كل شيء. التزمت الطرف ديال الاغلاق ديال التوقيت ديال 8 دقائق قليله يبدا التوقيت ديال الساعه 9 ديال حضر الجوال. بمناسبة رأس السنة تم إلغاء جميع الاحتفالات، جميع التجمعات ليلة رأس السنة الجديدة. يعني يمنع أي تجمع هذه الليلة هذه يكون، خصوصا أن هنا في حضرة الجوال حالة طوارئ. كاين بعض الشباب اللي باقيين شوية في الشارع العام، ولكن دقائق قليلة يبدأ حضرة الجوال الليلي. كنمروا الان الساحه ديال الممر ديال اللي كيؤدي مساحه الطريق الى الشرفه الاطلسيه. باركون عندكم الشوارع كلها فاضيه، المقاهي كلها مسدوده. يعني لولا هاد لولا هاد الجائحة لكانت هاد المقاهي كلها ممتلئة، وهاد الساحة كاملة عامرة. كل رواج اقتصادي المدينة كتنتعش في هاد الليلة هادي. غتلقى المكان ديالك لا في المقاهي لا في أي لا في المقاهي لا في المطاعم، هي في أي مكان. كلشي كينتعش، ولكن كورونا دارتها. كورونا دارتها، كنتمنوا ان يهز الله علينا هاد الجائحة هادي، رفع الله علينا جميع الساحات فارغة. كل الساحات فارغة. تواجد أمني مكثف داخل المدينة. الزقة المشهورة التي كتعرف الاقتضاد بزاف يوم رأس السنة. ندخلوا الممر ديال شارع شوفوني، الممر ديال شارع ابي نيدا، الممر الشهير الاندلسي المشهور. هذا معنا كان معنا احد الشباب من شباب العرائش، احد اللاعبين المميزين لفريق جوهرة العرائش. نتبهنا واحد الحاجه اللي بانت لنا، كنا هضرنا لواحد القضيه يعني تم الاستجابه بعد يعني الحمد لله باراش اونفو. كنا دوينا على القضيه هذا الشارع هذا ما فيش الاضواء، تم تثبيت المصابيح. مشكوره السلطات المحليه. انا كنا من لاراش اونفو كنا هضرنا على القضيه ديال الشارع حسن ثاني ان كان مظلم، ولكن الحمد لله تم تركيب احد البروجيكتورات باش ان تكون باش ان الاضاءات ما يكونش الشارع مظلم. يعني الحمد لله، يعني كما هضرنا ان الشارع فيه الظلام والضوء مطفية، بروجيكتور اخر لتحت حتى هو كذا حتى هو كيطي الاضواء. يعني كما دوينا على ان الشارع مظلام، ولكن استجابه وشعلوا الاضواء. رجعنا هاد الرجعه هادي باش اننا نقدموا الف تحيه للسلطات المحليه انها استجبت
بهاد النداء ديال لاراش اونفو باش ان تشعل هاد الضوء هذا. الضوء الاخر راه هو الان فينا في الواجهه. تركبوا واحد النوع ديال بروجيكتورات كبارين اللي مشكور عليهم السلطات المحليه والجماعات المحليه. تم تثبيت هاد اللارغات وحده اخرى هي هنا. كيبان باقي العمال كيشتغلوا هما باش انهم يشعلوا الضوء في هاد المنطقه. اشغال جاريه، اشغال جاريه، سوق بارك، كل مغلق، ماشي شاد. نرجعو بحالنا نجيبو دبا واحد ابنيدة. كيقوم الان بتثبيت ديال احد بروجيكتورات الاضاءة الشارع ديال ابنيدة. و الف تحية لكل متتبعين ديال لاراش اونفو. بروجيكتور اخر هنايا، لان هاد الشارع ديال حسن ثاني والشارع ديال ابنيدة كيراه في اصلاحات. كيعرف اصلاحات الشارع هذا مما يعني توقف السطراسيون كامل ديال الضوء ديال الشارع. ولكن بعد اللايف اللي كنا درناه ديال الشوارع المدينه، درنا الشارع ديال الحسن الثاني وكان مظلم 100%، ولكن الحمد لله هو تم اضاءه ديالو. الف تحيه للسلطات المحليه وعمال الشركه اللي كيقوموا بهذا الاناء الان. يعني قبل ما يركبوا واحد النوع ديال البروجيكتور الجديدين والضوء. ها هو شارع حسن الثاني اصبح 100% ضوئي. يعني الطاشرون باقي كيخدم هذا الشارع هذا، باقي ما ركبش الاجهزه باش ان ديك الاعمده الكهربائيه. جاب ها بروجيكتور اخر. قام بتثبيت واحد النوع ديال البروجيكتورات في المنازل باش يضوي الشارع، لان اصبح شو معار شارع داخل مدينه العرائش في وسط سونتر المدينه هو ما فيهش الضوء. الحمد لله رساله ديال لاراش اونفو وصلات، الحمد لله وصلات وتم تثبيت ديالهم هذا المساء هذا. لما شفنا بان كاين باقي باقي يعني باقي العمال ديال الشركات اللي مخوله انها تركب هاد البروجيكتورات باقي كتركب الان امام ابينيدا. مشكورين المسؤولين لاراش اونفو. باقي معكم في هذه الجوله بمناسبه السنه الجديده، والف تحيه لكل متتبعين لاراش اونفو. الشوارع كامله كلشي شاد، كلشي مشدود، كلشي محترم قرار الحكومه إغلاق المحلات الساعة 8. الحظر الجوال باقي له واحد الدقائق يبدا حظر الجوال الليلي. ألف شكر للسلطات المحلية. أنا هاد الشارع هذا كان عاد كيعرف واحد التعداد كبير ديال الناس ديال صحابي السمك. لكن هاد الشارع هذا كيكون ممتلئ أنا آخر، ولكن ثم ادخال جميع هاد الناس اللي كيبيعوا الحوت هنايا، البائعين السمك الى داخل سوق لحظات الزراع. هو هذا للاسف بقى ساحة لحظات الزراع الشهيرة مطفية، لازالت الساحة ديال لحظات الزراع زيرو الكهرباء. كنتمناو السلطات المحلية تركب حتى هنايا هاد البروجيكتور باش يضوي على الساحة هادي. كما وقع الإضاءة ديال بعض الشوارع المدينة، كنتمناو هاد الساحة هادي تتنوى ويدار لها بعض البروجيكتورات أن أي بوعر داخل المدينة سونتر المدينة الضوء مكيناش. اللي بغا بوخنو
ها هو موجود، أشغال لا زلزالية. غابت الاحتفالات والبهجة. تفكر على خي جلال احد جالي العرائشيه بالديره الاسبانيه، المتابع الوفي لصفحه لاراش اونفو وموقع لاراش اونفو. كما قلنا لكم كنديروا معكم واحد الدويره دائما، عاودنا لكم في هذه الساعه هذه كنديروا معكم دوره من العرائش، واليوم خصنا نديروا بعض المناطق اللي كانت كتعرف البهجه والاكتظاظ ديال الساكنه، ولما لا كل العرائشي راه كان معروف. إلا ما درتيش دويرة حدا أبي ندا والرون بوان مدينة راه ما درت ما هوتيش المدينة، يعني كانت معروفة عندنا العرائشي الأحرار ولاد العرايش اللي ما هوتش المقلة ما هود المدينة، ضروري ما تهود المقلة، من المقلة تهود باركو لانتيكو، يعني كان الواحد كيبقى يدور ساحة مكة، يعني كيدور في ساحة التحرير اللي كانت معروفة عندنا وقت التسعينات، الجيل ديال التسعينات. هذا كوتر كامينو كان معروفة عندنا ديك الساحة هذيك بأنها يعني كانت معروفة عندنا ساحة التحرير، يعني اللي ما هوتش مدينة ودار دويرة ما دار والو. العرائش ليلة السنة وفي الختام هذا جولة ليلية، كنتمنى لكم سنة سعيدة، بارطاجيو معنا هذا اللايف هذا، ودمتم دائما أوفياء لجريدة أونفو وموقع جريدة أونفو. كان معكم عبد الحكيم شنتوف، سنة سعيدة وليلة سعيدة، والسلام عليكم.